عمرو السوليه وفوزه بجائزه افضل لاعب في المباراه رغم ان لعبه 45 دقيقه فقط. السوليه بقى له كتير يعني، بقى له فتره ماشي كويس، بقى له فتره ماشي كويس، حتى في المباراه اللي اخذ فيها حتى احسن لاعب في المباراه وتنازل عنها الطاهر محمد طاهر. ده اكبر دليل ان السوليه فارق مع اداء النادي الاهلي، قيمه السوليه بتبان في المواقف دي. انا بشوف ان السوليه من بعد ما استعاد فورمته تاني بعد الاصابه طويله، انا بشوف ان السوليه راجع ان هو يبقى احسن 8 في مصر تاني، ان هو بيقدر يخش الصندوق، ان هو بيقدر يحرز اهداف، ان هو بيجيب اهداف مؤثره تقدر ان هي تديك افضليه، ان هي انت تقدر تركب بيها المباراه بلغه الكوره. دي قيمه السوليه وقيمه اللعيبه الكبيره في المواقف دي، اللعيبه الكبيره اللي بيبقى ليها دور، عشان كده بنتكلم في السوليه الشناوي وكل اللعيبه الكبيره قفشه، اكيد كل ده ليه دور داخل الملعب وخارج الملعب، وفعلا في المواقف دي بتظهر معدن اللعيبه الكبيره. عشان كده مش جديد على السوليه ان هو يقدر ان هو ياخد مان اوف ذا ماتش او احسن لاعب في المباراه، زي ما قلت لحضرتك قبل كده دي اوضه لبس النادي الاهلي ان هو بيتنازل عنها لزميل ليه. ف طبعا مش المره الاولى دي اللي انا اسمع فيها هذه الكلمه، يعني ايه برضو خلي بالك احنا نفهم يعني اوضه اللبس، لكن الناس يعني ممكن تلاقي بعض من الجماهير مش فاهمين يعني ايه اوضه اللبس. هي اهم حاجه في اوضه اللبس يا كابتن، من اهم العوامل هي انكار الذات، انكار الذات لصالح الفرقه. عشان كده بنتكلم ما يميز النادي الاهلي اوضه لبس النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي هي الجماعيه، الجماعيه في الاداء، ان ما فيش نجم في الفرقه او الفرقه مش قايمه على نجم واحد، هي اللعيبه كلها نجوم وهم مقدرين ده بشكل كبير. عشان كده حته انكار الذات من ضمن مقومات البطوله اللي بتبقى داخل اوضه اللبس، انت تاخدها انا اخدها مش فارق مين مان اوف ذا ماتش، المهم الفرقه كسبت، المهم عندنا هدف نشتغل عليه، وده اللي فارق مع اللعيبه الكبيره. واهم عامل من عوامل مقومات النجاح اللي دايما بنتكلم عليها في اوضه لبس النادي الاهلي هي انكار الذات، وده ظهر اكتر في الفتره الاخيره مع السوليه.